لم يكن العراق سابقاً من البلدان التي تتعاطى المخدرات، بل كان ممراً لها، لكن تشير معطيات رسمية في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلى أن قرابة 6% من سكان العراق يتعاطون المخدرات في ظل بلادة القانون الرادع وتشتت الجهات المسؤولة عن محاربة تلك الآفة الخطيرة. هناك كثير من الدراسات اللي طرحت، منها موضوع وزارة الصحة وأيضا المداخلة مع السيد ممثل مجلس القضاء الأعلى لغرض تزيد العقوبة. هذه الجهود يعني خاصة في الفترة الأخيرة أسهمت بشكل واضح في الحد من انتشار هذه المخدرات أو المتاجرة فيها. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نسبة التعاطي والمتاجرة في المخدرات بدأت بالانخفاض، لكنها بحاجة إلى قوانين عقابية جديدة واستحداث مراكز لمعالجة المتعاطين وقضاة ميدانية دانيين متخصصين للقضاء على هذه الآفة التي بدأت تفتك بالشباب وتنخر بالمجتمع. المادة المخدرة الأخرى واللي منتشرة في بلادنا مع كل أسف هي مادة كريستال، في 2019 بلغ 133 كيلوغرام، بينما في 2020 من 1/1 إلى 1/6 بلغ 54 كيلوغرام. تأثيراتها يعني مو بس نفسية وجسدية، يعني هي مشكلة حتى في العلاج، يعني أكثر اللي ضحايا دول اللي يطلبون العلاج يعني حتى علاجهم صعب لأن تسبب تغييرات عضوية في الدماغ. ويقول أطباء ومتخصصون أن عشرات الأنواع من المخدرات تدخل البلاد، لكن أخطرها هي الكريستال وبعض النباتات والحشائش التي بدأت تدخل في صناعة بعض أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية التي تأتي عبر دول الجوار وبكميات غير قليلة. ووفقا لأرقام رسمية في وزارة الداخلية، فإن نسبة تعاطي المخدرات في العراق بدأت بالانخفاض، لكنها تفتقر لقوانين صارمة بسبب قدم القانون. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية.